مرحبا ويعطيكم العافية مرة ثانية. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا في أوتوا قبل أسبوع تقريبا بدأت كمية ثلج كبيرة، ونزلنا حوالي نص متر من الثلج بيومين ثلاثة، وبرد صقيع. هذا البرد بشكل عام بيؤدي إلى ديبريشن أو مشاكل كتير نفسية، حالات اكتئاب. وعشان هيك ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو تبسمك في وجه أخيك، ما حتى أخوك المسلم أو المسيحي أو اليهودي، أخيك صدقة. فقررنا أنا وابني، هحط لكم اللاب تبعها لما احنا سويناها، نرسم على الثلج ورد. امبارح مر أكثر من واحد، كلهم ابتسموا، وأتوقع أنه وصلت المسج أنه هيك عملنا شوية ألوان على الثلج. كتبنا HBI Humans for Peace Institution، وردة ثانية وردة ثالثة، هذه وردة توليب حتى عملناها. بس anyway الفكرة منها قلب حب ابني، الفكرة منها تبسمك في وجه أخيك صدقة. فإن شاء الله تكون صدقة في ميزان حسناتنا، وإن شاء الله أيامكم كلها حب وورد. السلام عليكم.